قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر، النهاردة نصبح على لميا وكمان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شازلي، صباح الخير على جمانة وعلى كل السادة مشاهدي، صباح الخير يا مصر. صباح الخير. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63، يورو سعر البيع فيه 19.32 والشراء 19.23، جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.20 والشراء 22.10، فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.63 والشراء 19.55، اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.72 والشراء 2.71، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22، دينار كويتي سعر البيع فيه 63.49 والشراء 63.17، وأخيرا درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 5.34 قرش. ودلوقتي متوسط أسعار صرف أو أسعار الذهب النهاردة، هنبتدي بعيار 18. سعر السوق النهاردة في عيار 18 950 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1108 جنيه للجرام، عيار 24 1266 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 8864 جنيه. ودلوقتي نكمل مع شاذلي وجمانة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا، شكرا جزيلا.